دعاء قضاء الحوائج وإزالة الشدائد في الحياة. اللهم إن نبيك علمنا أن ندعو بهذا الدعاء عند الشدائد وعند قضاء الحوائج. اللهم إنا ندخر هذا الدعاء لكل شديدة في حياتنا أن تكشفها عنا ببركة هذا الدعاء الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندعوك ونتوسل إليك ونقول: لا إله إلا أنت الحليم الكريم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلام من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف عنا اليوم كل شدة، اللهم اقض حوائجنا. اللهم ما من أحد يدعوك الآن وله عندك طلب أو رجاء أو أمنية، فببركة هذا الدعاء وببركة دعاء قضاء الحوائج يا رب حقق لكل منا ما يتمنى. اللهم لا تدع أحد منا له عندك طلب أو رجاء أو أمنية أو حاجة إلا قضيتها له يا أكرم الأكرمين ببركة هذا الدعاء. آمين آمين يا رب العالمين.